روح الفانيلة الحمراء الحاسمة دائما لتاريخ بطولات الأهلي على مر العصور واختلاف الأجيال في جميع الألعاب. أبطال الأهلي في كل مكان وزمان، أجيال تسلم أجيال لحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج. فبعد تحقيق العديد من البطولات في مختلف الألعاب في الأشهر القليلة الماضية، تتوالى انتصارات فرق النادي الأهلي بتتويج ناشئي اليد مواليد 2004 ببطولة كأس مصر. المنافسة في بطولة كأس مصر هذا الموسم شهدت أجواء تنافسية قوية وندية بين جميع الفرق، حتى وصل للنهائي فريق الأهلي ومركز شباب الظاهرية. لاعبو فريق يد الأهلي مواليد 2004 قدموا أداء جيدا بروح وشخصية البطل، والتي حسمت المباراة لصالح أبناء قلعة الجزيرة بنتيجة 33-27. احتفال اللاعبين والجهاز الفني باللقب أثناء تسليمهم ميداليات المركز الأول وكأس البطولة لم يكن النهاية بالوصول للقب البطولة، بل الهدف الأكبر هو الاستمرار في الانتصارات وحصد البطولات واعتلاء منصات التتويج، وهو ما يليق باسم ومكانة النادي الأهلي وأبنائه.